هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية من آخر أخبار النادي الأهلي، واللي جاله خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أفاد من خلاله بمشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية اللي هتتلعب في المغرب خلال الفترة من 1 ولحد 11 فبراير اللي جاي، وهيشارك المارد الأحمر في البطولة للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه. ونروح للأخبار العالمية والجديدة عن بطولة كأس العالم 2022. منتخب المغرب اختتم تدريباته استعدادا للمواجهة القوية اللي هتجمعه النهاردة قدام المنتخب الكرواتي الساعة 5 مساء على تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022. وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أكد أن الهزيمة من فرنسا في مباراة دور نصف النهائي لكأس العالم كانت خيبة أمل للمنتخب المغربي، ولكن منتخبنا بيستهدف إنهاء مشاركته في المونديال بحسم المركز الثالث. وقال كمان الركراكي في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي قبل مباراة كرواتيا: هندفع بأقصى قوتنا لحصد المركز الثالث وعايزين نرفع تصنيفنا في الفيفا. من ناحية تانية اختتم منتخب كرواتيا تحضيراته لمواجهة منتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم واللي هتتلعب على ملعب خليفة الدولي، وخاض المنتخب الكرواتي تدريباته الأخيرة بقيادة مدربه زلاتكو داليتشا، وده قبل مواجهة أسود الأطلس وفي حضور كل نجوم المنتخب. زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا قال انه بيتمنى التتويج بالميدالية البرونزية مع منتخب بلاده علشان يقدم هدية للشعب الكرواتي، وقال كمان ان مباراة ضد المغرب بمثابة نهائي بالنسبة ليهم لان الفوز هيضمن الحصول على ميدالية في المونديال. المنتخب المغربي قدم مستويات رائعة وعمل مفاجأة، مباراتنا قدامهم هتكون صعبة خصوصا ان المنافس عنده روح قتالية عالية واداء مميز. تدريبات المنتخب الفرنسي شهدت غيابات جديدة بسبب الإصابة، وده قبل مواجهة الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم 2022، وارتفع عدد الغائبين عن تدريبات المنتخب الفرنسي لخمس لاعبين. سيرجيو بوسكيتس قائد المنتخب الإسباني ونادي برشلونة أعلن اعتزاله للعب دوليا، وده بعد ما ودع منتخب بلاده كأس العالم قطر 2022 من دور 16 بعد الهزيمة من المغرب بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-0. حقق ليفربول الإنجليزي فوز عريض على ميلان الإيطالي بنتيجة 4-1 في مباراة لجمعتهم على استاد المكتوم بنادي النصر، وده في ختام منافسات بطولة سوبر دبي 2022 واللي بتتلعب خلال الفترة من 8 لحد 16 ديسمبر. وتألق النجم المصري محمد صلاح في المباراة وسجل هدف بعد 5 دقائق بس من بداية اللقاء من انفراد تام بالمرمى سددها على يمين حارس ميلان. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لأحمد وجمانة علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.